يا أصدقائنا، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير أينما تكونون. واليوم رجعت لكم بفيديو طبختي. اليوم راح أسوي باكر، وأول مرة أطبخ الباكر، لأن أنا دائما وليدي يطبخ الباكر، فهو عنده شغل، فأني راح أطبخ الباكر. حضرتها من الليل، نظفتها، جبنا راسين باكر وحدهم ونظفتهم وخليتها بالثلاجة. فاليوم الصبح غسلتها وخليتها الطباخ، وان شاء الله راح اشوفكم طريقتي وش راح اضيف للباكر. بس شنو على طريقتي؟ يعني لا اخذت من طريقة وليد او غير، بس اني على طريقتي راح اطبخها، وشوفوها وجربوها وان شاء الله راح تعجب وليد وينطيكم رأيه بالباكر. ابقوا يعني. راح اضيف 4 سنون من الثوم، وهنا أنا زرفت النوم البصرة، حضيف 2 وورق الغار، وهنا هيل هيلايتين، هنا قرفة دارسين، هنا وهنا قرنفل، كم سن من القرنفل. وراح أضيف هذا اللبن، راح أضيف 2 ملعقة أو 3، راح أضيف 3. بس تقول ليش خليتي لبن؟ لأن اللبن أول شيء يوخر الزفرة ويخبر يكون. وهاي الطريقة طريقة أمي يعني تسويها. وهسه حضيف 2 ملعقة كبيرة من الملح، أضيف 2 ملعقة، وبعدين حسب الذوق. وش هسوي؟ أخليها على نار الهادئة. ما طرح أضيف، لأن إحنا متعودين يعني دائما بالتشريب او بالباشا او نضيف طماطه. شوفوا 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 المي مالتها شلون، وهذا الدهن مالتها باوها. لحد ما راح اصبها وان شاء الله تشوفون النتيجه، واهم شيء الطعم يكون طيب. ما اكل باكر، جوري تحب باكر، تحب سمك، تحب باقله ودهن، مو جوري؟ تتباوع إلسا. وأني أنظف، هذه مثل قطني فأبخهم هيجي وأنظفهم. دائما تكون الجامة تلمع، يعني أحبها أكثر من الكنينس الرطب، لأن الكنينس الرطب يكون يعني هيجي بعده بمي، فهاي تكون لا تنشفها ناشفة. وهاي شجرتنا الحلوة مثل ما تشوفون، شجرتنا شجرة كريسمس. والزيتون والنمي حامض، هنا أنا عندي خبز. طبعا هسه تقولون وانتم مسويين صيام متقطع ورجيم، فطبعا واحد يشتهي يسوي. فاحنا صار لنا هواي ما ماكلين الباكر، فاليوم حبينا نسوي يعني لو بالشهر مرة ناكل خبز، فعجبنا يعني نقول بشهر مرة ناكل باقي لودين باكر تشريب. فراح هنا أنا أقطع الخبز. احنا من يحب عندنا الباكر؟ وارد وجوري وأني ووليد، جمال وزينب هي ما يحبوها. فقليت لهم هنا، دا أقلي لهم كباب، جبنا الكباب سويته، لحم خليت، بس اللحم مو مضروب هالمرة، شرح قط وكرمته بيدي وخليت لي ها، وبصل راس وكرفس، وخليت بصل وطماطم وطحين اسمر. انا يعني اخلي له طحين اسمر للكباب، يكون طعمه كلش طيب. شوفوا الباكه، شوفوا 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 المي مالتها، شوفوا شلون صارت. صبها وشوفوا شلون راح يكون. حضرته على نار ناسة، بس يجي وليد والبنات ويتغدى. وليد دا يذوق الباكر، ريحة شلونها؟ مو من الدرج وليد؟ ها؟ ريحتها مال الداسين وحب اشكالات مالتها. اي والله، يلا تعال ذوق ننتظرك. موت موت. سويتهم جمول اليوم. الا تخبل. اول مرة. شوفوا عيني. اولي وعلى طريقتي، وهسه طبعا يلا
يلا يابي. خل تبرد وذوقها. كم جمال الحامض؟ إيه. أويلي يابي. أمشي الحامض. أويلي 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 أويلي. كانكم خالي حبايب. والله الريحة مالتهم جمولي. بينا غير شيء. هاي دا تسوي بينا أم جمال؟ اليوم كسرة للحصار. قلت لهم ماكو يوم دا. يلا خير إن شاء الله. يا أبو جمال وين الشاي يابي؟ بعد الشاي عيني بعد بعد الباكه اويلي يابي يلا عيني خدري الشاي خدري قول المنى خدره يلا عيني والله عاشت ايدك ام جمولي منو لا تقولي لي سكتي ترى انطحلت انطحلت طحله زين ام جمولي يوم كشنا ناكل وهاي جوري الجميله ضربت شويه من الباكه ونامت سنحت عاشت ايدك والله عاشت ايدك حطينا شكوري انت تحب هذا الشكر انا احب هذا الشكر القند احنا قبل يسموه قند اي ليش على مود الجمولي على مود نعرف القياس والله انا متعلمه حبايتين كلش كافي انت سكرين تشربين صار لي 6 سنين اي انا ما اشرب سكرين بس دائما نغير انا احب اغير ما اقع على نفس الروتين يلا عين الجمولي ان شاء الله الفيديو يعجبكم يا رب ان شاء الله ان شاء الله أنا مثل ما شفتوا اليوم الغداء مالتنا وتكتعبت اليوم على الطريقة مال ام جمال يا ابي اليوم الباكه مالتنا شلون هوليد باكه بغدادية يعني شلون طعمها والله في الشيء تخبر ريحتها طعمها غير شكل وجربوها وما تخسرون شيء والله ان شاء الله تعجبكم واللي يجربها طريقتي يلا ولا تنسون الاشتراك واللايك بالقناة وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد من عندنا مع الف سلامة باي باي.